بالتهدئة ومن غير تهدئة برضو الناس إيش لا كهرب ولا مية ولا أي حاجة من سبل الحياة. المية يوميا من بداية النزوح لحتى الآن، حتى في ظل التهدئة لم يكن حلول للمية، يعني في ظل التهدئة المفروض يكون في حلول للمية، لأنه قالوا إنه دخلوا وقود دخلوا وعرفش إيش وسألت ولا في حاجة صار، المعاناة هي بل أسوأ. هاي مثلا هاي رابع مرة من الصبح انه احنا نيجي نعبي مية. رابع مرة من الصبح لهلقيت نيجي نعبي مية. وشايفين العالم كيف يعني بالدور بعبوا مية وبنضلنا لاخر الليل ومش ملاحقين. أنا بطالب بتمديد التهدئة ووقف لإطلاق النار، لأنه الشعب انتهى، انتهى بمعنى الكلمة، مع مقومات الحياة انتهت. إيش ضل له؟ إيش ضل؟ أنا بدي أعرف إيش ضل؟ ضل تقطع نص الدير اللي ضايل وبعدين خلص انتهى الأمر. المشاكل والوضع الاقتصادي صعب جدا والله، واحنا حابين يعني انه الدنيا تحل من هيك، يعني تعبنا من الميه ومن النار ومش غاز ولا في كهرب ولا في اي حاجه. بعين الله شو بدي اقول لك اكثر من هيك.